طيب كابتن ايهاب، فكره الامل برضو اخد رايك فيها مهمه جدا، لان فكره فريق الامل كانت عملت تقريبا من 3 سنين وما استمرتش. هل شايف المره دي ممكن تستمر مع الاجواء اللي موجود فيها ده نادي الزمالك وكده؟ ان شاء الله هتستمر يا كابتن. هو من قيمه سنتين ما اتعملت او 3 سنين ما كانش فيه الخامات الموجوده دلوقتي. يعني دلوقتي الحمد لله فرقه ال 2003 وفرقه ال 2005 فيهم لعيبه كبار، يعني لعيبه مش ناشئين، اسمهم لعيبه كبار بسم الله ما شاء الله. انت عندك حوالي فرقه المنتخب الاولمبي او المنتخب الشباب كان حوالي القوام الاساسي بتاعه كلهم نادي الزمالك. فانت عندك الفرقه دي ان شاء الله هتنجح بالولاد الموجودين، الكواليتي الموجوده فيها في كواليتي عاليه، والولاد كلهم عندهم الطموح وعندهم الهدف اللي هم يوصلوا الحمد لله ويوصلوا درجه اولى في النادي ويحققوا بطولات مع النادي. ده الفرق يا كابتن، الانتماء. اللعيب كل دول متربين في نادي الزمالك من صغرهم، يعني من براعم نادي الزمالك. فرقه ال 2003 دي وال 2005 كلهم براعم نادي الزمالك، يعني ما جاش حد من الدرجه الاولى زي اللعيبه اللي بتمشي دي مش متربين في النادي، فما يعرفوش يعني ايه تيشيرت نادي الزمالك، ما يعرفوش الحلم اي حد اللي تيشيرت نادي الزمالك دي. فالحمد لله ان شاء الله هتستمر باذن الله يعني.